السلام عليكم ورحمة الله وبركاته my dear sister عائشة، بارك الله فيكم. إن شاء الله our course plan for this month إن شاء الله we will carry on our memorizing in سورة البلد إن شاء الله we will finish all of it and also we will start new سورة إن شاء الله. Now let's check سورة البلد we will finish إن شاء الله it first. Let's start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. We will start from that. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. إن شاء الله. In the next story, إن شاء الله called سورة الفجر. Let's start. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. الحمد لله. إن شاء الله we will stop at this one حبيبتي and إن شاء الله during our session we will practice more and more إن شاء الله. May Allah accept it from you and may Allah make it more easy. Inshallah, barakallahu fiki. May Allah accept it from you. Jazakallahu khayran. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.